تحياتي بيلتون، وما زلنا بيلتون بعد كل هذا الصعود، وما زلنا نتوقع لبيلتون مزيد من الصعود، وما زلنا نتوقع له أهداف جديدة. أنا بمنتهى البساطة يا شباب، تاني للمرة المليون عملت 1، أتوقع 2، أتوقع 3، أتوقع 4، أتوقع 5، وما زلت أبحث عن الهدف بتاعي اللي عند المستويات دي الـ4 جنيه، وما زلت أبحث عن تصحيح لكل هذه الموجة مرة أخرى من المستويات دي. ينزل على شكل ABC للبحث عن رالي جديد، والبحث عن دخول جديد وأهداف جديدة. يعني إيه؟ يعني أنا ما زلت أتوقع مزيد من الصوت دي بيلت، وقلنا بمنتهى البساطة أنا ممكن أخد، أنا عايز مستويات الـ161 فيبو لحد مستويات الـ200 فيبو. من المستويات دي أعتقد إن إحنا هنروح عند مستويات الـ4 جنيه، وده الهدف بالنسبة لنا. فلا داعي للقلق ولا داعي للاستعجال، إحنا ما زلنا لسه في الموجة الثالثة، وأي تراجع يكون فرصة للتعزيز، وما زلنا نتداول داخل الموجة الثالثة. وبالتوفيق.